مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج من نظام الاعتمادات المستندية. روسيا تعلن تضرر إحدى وحدات تبريد المفاعلات النووية بمحطة زابوريجيا بسبب قذائف أوكرانية. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يقول إن التكتل يواجه أزمة مال وطاقة وغذاء. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله عددا من الملفات الاقتصادية فيما يخص المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي بشأن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي وتداعيات الأزمة العالمية. كما اطلع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي رئيس الوزراء على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج على القانون والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط بكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 40 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 3269 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 44 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,412 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,322 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 2,700 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط ما يزيد على 38 طن أقماح في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية، وكذلك ضبط 4,226 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت ما يزيد على 7 طن. كما تم ضبط 4 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 610.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,544 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 640.5 طن. كما تم ضبط 193 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت ما يزيد على 392 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 49 طن في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع
991,439 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 279,935 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4,059 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 206 سائقا منهم. كما تم المرور على 49 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 165 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 173 مركبة وتبين عدم مطابقة 9 مركبات لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 335 سيارة و59 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 18,956 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1,163 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1,442 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,882 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3,976 مخالفة ملصقات وضبط 41 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1,897 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 83,241 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 69,905,811 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 292 قضية، من بينها 138 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و154 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 39 قضية بقيمة مالية بلغت 110,479,018 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,722 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,654,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,105,009 جنيهات. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 130 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة
عومة تم ضبط قرابة 48 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 82 طنا. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 718 قضية، من بينها 133 قضية خبز ناقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. توجه وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في فعاليات أسبوع المناخ لأفريقيا الذي تستضيفه الجابون، كما يلتقي مع عدد من المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين مصر والجابون في شتى المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك المطروحة على الساحتين القارية والدولية. أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى القاضمي أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخرج للأزمة السياسية. وخلال لقاء جرى في قصر السلام ببغداد، أكد الجانبان ضرورة تقوية الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا للمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة الراهنة ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والمالية. دعا المجلس الرئاسي الليبي جميع الأطراف في البلاد إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار الوطن وتجنيب البلاد أتون أي حرب محتملة. وفي بيان له عقب اجتماع استثنائي، أكد المجلس الرئاسي الليبي أنه يسير وبخطوات ثابتة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، وأنه لن يفرط فيما تم تحقيقه من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية. أكدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب نبذها للعنف وتمسكها بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية. وأكدت الحكومة برئاسة فتحي بشغا في بيان عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي أهمية إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون. وميدانيا عاد الهدوء إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات بين الميليشيات التي تتبع الحكومة الليبية المنتهية ولايتها. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الليبية ارتفاع ضحايا الاشتباكات إلى 191 شخصا. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مرسوما أميريا صدر بإجراء الانتخابات البرلمانية في 29 من سبتمبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم حل مجلس الأمة الكويتي في 2 من أغسطس الجاري. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه تم التوافق حول العديد من القضايا خلال القمة 8 لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد 8. في كلمته خلال الجلسة الختامية، شدد سعيد على ضرورة حصول الأفارقة على حقهم في التعليم والصحة. إعلام تونس أكد على الأمن الإنساني في بعضه الشامل الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتنمية بشرية، والرأس رأس المال الحقيقي الذي لن ينتهي ولن ينضب أبدا هو الرأس المال البشري. لذلك أركز مرة أخرى على التعليم، على التربية، وعلى تمكين كل الشعوب من حقها في التربية وفي التعليم وفي الصحة والمعرفة التي يجب أن نتساوى فيها جميعا.
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تسجيل قيام وحدات المدفعية في الجيش الأوكراني بعمليات قصف للمناطق المحيطة بمحطة زابوريجيا النووية. وأشار كوناشينكوف إلى رصد إطلاق القوات الأوكرانية 9 قذائف تسببت بأضرار في أحد خطوط الأنابيب بالمحطة وسقوط قذائف أخرى أمام وحدة الضخ التي توفر التبريد للمفاعل النووي. سجلنا قيام وحدات المدفعية في الجيش الأوكراني بعمليتي قصف للمناطق المحيطة بمحطة زابوريجيا النووية، حيث تم إطلاق 9 قذائف سقطت منها 3 في منطقة الفيلق الخاص رقم 2 الذي يخزن الوقود النووي والمخلفات المشعة الصلبة. ونتيجة لسقوط القذائف في إحدى مناطق المحطة تضرر خط أنابيب بشظايا، ونتيجة للقصف الثاني سقطت قذيفة في منطقة وحدة الطاقة 6 بالمحطة، فيما سقطت قذائف أخرى أمام وحدة الضخ التي توفر التبريد للمفاعل النووي. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تأمل في أن تتم زيارة مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية على الرغم من نهج أوكرانيا المدمر بحسب تعبيرها. أضافت زاخاروفا أن روسيا هي التي تصر وتدعو لمثل هذا التفتيش من قبل الوكالة في محطة زابوريجيا النووية بل وتطالب به، كما نفت أن تكون الموافقة الروسية على تفتيش بسبب ضغوط غربية. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن أنظمة الأمان في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا تعمل، مضيفا أن النشاط الإشعاعي ضمن النطاق الطبيعي، فيما أبلغت كييف الوكالة بتعرض المحطة للقصف من جديد. ويأتي ذلك فيما أعربت السلطات في منطقة زابوريجيا عن استعدادها لأي تطورات قد تقع في المحطة النووية، وأوضحت أنها وضعت خطة لإجلاء السكان عند الطوارئ. قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن روسيا لا تريد الإقرار بالخطر الإشعاعي الداهم في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأوكرانيا. أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا هو السبب في عرقلة روسيا لصدور المسودة النهائية لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية بحسب تعبير واشنطن. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية قصفت ورشاً في مصنع يقوم بإصلاح طائرات الهليكوبتر، وذلك في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن القوات الروسية تدمرت أيضاً منشآت تخزين الوقود في منطقة دنيبرو الأوكرانية التي تقوم بتزويد الجيش الأوكراني في منطقة دونباس بالوقود. قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مدينة سلوفيانسك الأوكرانية، ما أدى لتدمير مبان سكنية ومدرسة. يأتي ذلك في لم تعلن السلطات الأوكرانية عن سقوط جرحى في القصف على المدينة الواقعة في منطقة دونباس. أعلن مركز التنسيق الخاص بالحبوب الأوكرانية أنه قد سمح لـ7 سفن شحن بمغادرة موانئ أوكرانيا، وذلك في إطار اتفاقية غذائية متعددة الأطراف. كانت روسيا وأوكرانيا قد وقعتا اتفاقية في 22 من يوليو الماضي برعاية الأمم المتحدة لرفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية، مقابل سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانٍ بما في ذلك أوديسا.
توقع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لتصل إلى 5000 يورو قبل نهاية العام الجاري. يأتي الارتفاع الصاروخي في أسعار الغاز الطبيعي على خلفية اقتراب فصل الشتاء وحاجة الدول الأوروبية إلى ملء مخزونات الغاز لديها لتلبية الاستهلاك خلال الأشهر القادمة. قال المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الأزمة الحالية في أوروبا أزمة ثلاثية متعلقة بالمالية والطاقة والغذاء، وأشار بوريل إلى ضرورة الاستعداد لاتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الأزمة الثلاثية على المستويين الأوروبي ومع الشركاء الدوليين للتكتل الأوروبي. قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الاقتصاد العالمي ربما يدخل في مستنقع الركود التضخمي لفترة من الوقت ما لم تتمكن الاقتصادات الكبرى من زيادة الإنتاج وبمعدلات قوية. هذا وتواجه الصناعة في أوروبا مشكلات بسبب ارتفاع أسعار الغاز. يواجه العالم الكثير من التحديات، ومن أصعب هذه التحديات التضخم الذي اجتاح العالم بأكمله، بداية من تداعيات أزمة كورونا وصولا للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قال إن الاقتصاد العالمي ربما يدخل في مستنقع الركود التضخمي لفترة من الوقت ما لم تتمكن الاقتصادات الكبرى من زيادة الإنتاج بمعدلات قوية، وأشار إلى أنه من الصعب الخروج من التضخم المصحوب بالركود. وأكد البنك الدولي أن التضخم المصحوب بالركود يعني تضخما أعلى مما نريد ونموا أقل، معبرا عن قلقه فيما يتعلق بالدول النامية والأشخاص ذوي الدخول المنخفضة. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي للسنتين الحالية والمقبلة، وحذر من أن الاقتصاد العالمي ربما يكون على شفا الدخول في ركود كبير. وقال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي على مستوى العالم سيتباطأ إلى 3.2% العام الجاري، وهو أقل من 3.6% توقعها الصندوق في أبريل الماضي و 4.4% في يناير. أرباح الشركات الصناعية الصينية تراجعت بنسبة 1.1% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع زيادة بنسبة 0.8% حتى نهاية يونيو الماضي، حيث يواصل الاقتصاد صراعه مع اضطرابات كورونا والركود المستمر في قطاع العقارات. هذا وأكد المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن الأرباح المجمعة للشركات الصناعية في الصين تراجعت إلى 4.9 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى يوليو. أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن هناك صدمة هائلة تلوح في أفق اقتصاد بلاده، مشيرا إلى الحاجة لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة بسرعة قصوى. من جانبه قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك إن مخزونات الغاز الطبيعي للشتاء ترتفع بشكل أسرع مما كان مخططا له، على الرغم من عدم اليقين بشأن الإمدادات عبر خط أنابيب رئيسي من روسيا. أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر على ضرورة وقف ما وصفه بالجنون الحاصل في أسواق الطاقة، وأوضح نيهامر أن الحكومة تراقب وبقلق القفزات المستمرة في الأسعار في سوق الطاقة، متعهدا بتوفير إمدادات الطاقة اللازمة دون أي أزمة وبضمان توفير احتياجات جميع المنازل والشركات. وعدت الحكومة الفرنسية بعدم السماح لأسعار الطاقة بالانفجار في وجه الأسر، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار بشكل حاد، ووصلت أسعار الكهرباء في فرنسا إلى أكثر من 1000 يورو لكل ميجاوات للساعة، مقابل نحو 85 يورو لكل ميجاوات للساعة قبل عام.
قنبلة باتت على وشك الانفجار في وجه الأسر. هكذا باتت أزمة الطاقة تمثل تحدياً كبيراً للحكومة الفرنسية بعدما ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل حاد. رئيسة الحكومة إليزابيث بورن حاولت طمأنة الفرنسيين قائلة إن الحكومة ستخفف الزيادات خلال الفترة القادمة، معلناً عن تقديم مساعدات للأسر الأقل قدرة على سداد فواتير الطاقة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال إن الشهور المقبلة ستكون صعبة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مع استمرار الحرب في أوكرانيا. وقال متحدث حكومي الأسبوع الماضي إن فرنسا لن تتمكن من التمسك بأسقف أسعار الطاقة لمدة طويلة لمساعدة الأسر الفقيرة، وسيتعين على الحكومة الفرنسية أن تقرر خلال الأسابيع المقبلة ما إذا كانت ستجدد سقف أسعار الكهرباء والغاز الذي ينتهي العمل به نهاية هذا العام، وما إذا كانت ستبقي الدعم على الوقود. هذا وارتفعت الأسعار بشكل حاد في الأسواق مؤخرا، حيث حطمت أسعار الكهرباء رقما قياسيا في فرنسا ووصلت إلى أكثر من 1000 يورو لكل ميجاوات للساعة مقابل نحو 85 يورو لكل ميجاوات للساعة قبل عام. كذلك وصلت أسعار الغاز هذا الأسبوع إلى مستويات قياسية ببلوغها أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات للساعة، وهو ما يضع الأسر في مواجهة صعبة مع قدرتهم على دفع فواتير الطاقة. التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مقتل أكثر من 1000 شخص ونزوح الآلاف بسبب الفيضانات في باكستان، والحكومة تطلب المساعدة. أعلن منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي عبور سفينتين أمريكيتين مضيق تايوان. أوضح كيربي أن عبور سفينتين مضيق تايوان يتسق تماما مع سياسة محيط هندي وهادئ مفتوح وحر التي تتبعها الولايات المتحدة، مؤكدا أن عبور سفينتين للمضيق تم التخطيط له منذ مدة طويلة ويتوافق مع سياسة الصين الواحدة، وأن الأمر يمثل رسالة واضحة بأن الجيش الأمريكي سيواصل الإبحار والطيران وفق القانون الدولي. من جانبها أكدت وزارة الدفاع التايوانية علمها بعبور سفينتين حربيتين أمريكيتين عبر المياه الدولية في مضيق تايوان. وأضافت الوزارة أن السفن الحربية الأمريكية تقوم بعمل دورات روتينية وشهرية عبر الممر المائي الفاصل بين تايوان والصين على مدار العامين الماضيين. على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 23 طائرة صينية و8 سفن صينية تنفذ أنشطة حول تايوان في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة. بلغت حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان منذ بداية فصل الخريف 99 حالة وفاة و93 إصابة، وقد سجلت السلطات انهيار أكثر من 23,700 منزل انهيارا كليا في جميع أنحاء البلاد، فيما تأثرت أراض زراعية بلغت مساحتها أكثر من 2000 فدان بمياه السيول. قال وزير الخارجية الباكستاني بلاوال بوتو زرداري إن باكستان بحاجة إلى مساعدة مالية للتعامل مع الفيضانات، مضيفا أنه يأمل في أن تأخذ المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي التداعيات الاقتصادية الأمر في الحسبان. ولقي أكثر من 1000 شخص مصرعهم جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في يونيو في باكستان، وتسببت الفيضانات بإتلاف أكثر من 80,000 هكتار من الأراضي الزراعية وتدمير أكثر من 3,400 كيلومترا من الطرقات وجرف
49 جسراً. حذر علماء البيئة الصينيون من أن الاحتباس الحراري سيتسبب في موجات حر غير مسبوقة تؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية على نطاق واسع في البلاد. تسببت موجة الحر الكبيرة في الصين في إتلاف المحاصيل الزراعية على نطاق واسع، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة للمزارعين الذين تعتبر الزراعة مصدر رزقهم الأساسي. موجة الحر الشديدة التي تجتاح العديد من دول العالم أصبحت تمثل تهديداً خطيراً على المحاصيل الزراعية بالعديد من دول العالم، ومن بينها الصين التي تواجه أزمة جفاف شديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق. الحكومة الصينية خصصت 10 مليارات يوان مساعدات للمزارعين لتأمين حصاد الخريف، خصوصاً محصول الأرز، خاصة وأن العديد من المحاصيل تعرضت للجفاف بعد وصول درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وهو الأمر الذي دفع بالمزارعين إلى العمل خلال فترات الليل. وتسعى الصين إلى توجيه كافة أوجه الدعم للمزارعين تعويضاً عن الأضرار التي تكبدوها من انهيار المحاصيل، وهو ما ينعكس سلبياً على دخلهم الرئيسي، حيث تأمل أن تنتهي تلك الأزمة سريعاً مع هطول الأمطار بالشكل الذي يعوض حالة الجفاف التي تعاني منها الأراضي الزراعية في الصين. في مركز دشنة بمحافظة قنا توصل مؤسسة حياة كريمة متابعة تنفيذ عدد من المشروعات في أكثر من قطاع، منها مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية أبو مناع، ومشروع مجمع خدمات المواطنين، ومشروع المجمع الزراعي، ومركز تنمية الأسرة والطفل. كما يتواصل تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة بقرية الميات، ومشروع محطة المعالجة الثنائية الميكانيكي لتنقية مياه الصرف، وهو ما يعد من أكبر المشروعات التي تنفذها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة. نظمت جامعة السادات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية جديدة ومشروعا تنمويا لخدمة أهالي مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. القافلة وفرت تخصصات طبية عديدة للكشف على المواطنين، حيث تم الكشف على 350 مواطنا وتم صرف العلاج بالمجان. تواصل الدولة جهودها لدعم وتصدير العديد من السلع والمنتجات الزراعية ذات الشهرة العالمية وعلى رأسها التمور. منحت مبادرة الرئيس السيسي لزرع 2.5 مليون نخلة دفعة كبيرة لزراعة التمور، حيث تم مد مظلة الدعم الحكومي لتطوير زراعتها وتسويقها عالميا. جهود استثنائية تقوم بها الدولة للاهتمام بالمحاصيل النوعية ذات الشهرة العالمية لتحسين جودتها وتسويقها وتصديرها لجميع أنحاء العالم وعلى رأسها التمور، التي تعتبر من المحاصيل الاستراتيجية لمحافظة الوادي الجديد. فهي لا تدر عائداً على الفلاحين والموردين فحسب، وإنما ينخرط في عملية جني المحصول جميع شرائح المجتمع بالمحافظة. دي بالنسبة لي فرصة عمل جميلة جداً وأنا بحبها وكل سنة بشتغلها، وهي محفزة جداً للشباب. يعني لو شاب عايز يبدأ حياته يبتدي مشروع بزي كده، وأتمنى الخير للجميع إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله يكون موسم جميل جدا وخير على البلد كلها. يبلغ عدد النخيل بالمحافظة 3.5 مليون نخلة بالوادي الجديد. تعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر داعم لزراعة النخيل بالمحافظة. موسم جمع البلح بالنسبة لي موسم للعمل، وأتمنى أن كل الشباب تشتغل في البلح، وموسم خير علينا إن شاء الله وعلى مصر كلها. كما يعد موسم جمع التمور بالوادي الجديد هو الأهم لأهالي المحافظة، وذلك تزامنا مع موسم الدميرة كما يطلق عليها أبناء الوادي الجديد، حيث يقوم المئات من الشباب بل آلاف المزارعين بجمع المحصول. البلح عندنا هنا هو موسم بيبقى خير للجميع، اللي عنده بلح واللي ما عندوش، وكله يعني بيسترزق من فضل الله، لأن حتى اللي ما بيبقاش عنده بلح فبيبقى مثلا تاجر، فبيشغل معاه ناس وكله بقى
بيسترزق يعني، وبرضه الشباب البطالة والكلام ده كله بيسترزق عندنا في المحافظة هنا. هو عندنا الموسم إن شاء الله هنا، هو الموسم السنة دي موسم مبشر. أنا برضو كانت المواسم اللي فاتت برضو مواسم الحمد لله كانت خير على الجميع، وأنا شايف إن الموسم ده هيبقى خير برضو. موسم فرح هكذا يطلق عليه أيضا أهالي الوادي الجديد، حيث تكثر الأفراح والزيجات وبناء المنازل للشباب. البلح في الوادي الجديد ده محصول استراتيجي، محصول إحنا هنا في الوادي بنعتبره الأساس الرئيس في الاقتصاد بتاعنا، ومن ذلك يمكن أنا هتكلم عليه من الناحية النفسية. الناحية النفسية إن إحنا بنعيش هذه الفترة، يعني إيه فترة التحديات، إن إحنا بنتغلب على صعوبة الجو عشان نقدر نحصل على المحصول اللي هو ساعدنا في كثير من الحاجات من الناحية الصحية والناحية النفسية والناحية الاقتصادية. أهالينا في الوادي الجديد هذه المناسبة وهذا الموسم اللي بيمثل أهمية كبرى لكل أبناء الوادي الجديد بكل شرائح المختلفة العمرية، لأنه بالتأكيد محصول البلح كمحصول رئيس المحافظة الجديد بيمثل أهمية ليس فقط أهمية اقتصادية وإنما أهمية اجتماعية. يعتبر الصنف السيوي هو الأعلى إنتاجية بين الأصناف تشتهر به المحافظة بجانب الأنواع المستحدثة التي جرى إدخالها وبدأت في الإنتاج، ومنها البرحي والمجدول. والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال نتابعها مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريهام الدي، شكرا دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل 28 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب. ودعا الخبراء خلال الورشة بزيادة مساحات الغابات الشجرية اعتمادا على مشروعات معالجة مياه الصرف الثنائية والثلاثية، باعتبار ذلك العمل الأهم لدعم صناعة الأثاث بتوفير مستلزمات الإنتاج. في سوق المال تبينت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء مقابل مبيعات للعرب والأجانب. سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة داخل المقصورة نحو 689 مليار و700 مليون جنيه وسط تداولات بلغت نحو 2 مليار و100 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10,287 نقطة وتراجع بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 10,178 نقطة. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2,110 نقاط وارتفع بنسبة 62% ليغلق عند مستوى 2,224 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3,171 نقطة ليرتفع بنسبة 36% ويغلق عند مستوى 3,183 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19.13 جنيه للشراء و 19.24 جنيه للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 19.05 جنيه للشراء و 19.17 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 22.47 جنيه للشراء و 22.60 جنيه للبيع. أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.20 جنيه للشراء و 5.24 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي وصل سعره إلى 5.09 جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع. أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض على خلفية توخي المستثمرين الحذر في أعقاب تصريحات رئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول التي أشار فيها إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى تجديد السياسة النقدية لبعض الوقت للسيطرة على التضخم. واقتطفت الأسواق الخليجية أثر الأسواق العالمية إذ تعرضت لضغوط نزولية مع شعور المستثمرين بالقلق إزاء
قطامة توقعات النمو، وانخفض المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.5%، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي ببورصة الكويت بنسبة 0.91%. ألغيت نحو 60 رحلة في مطار لشبونة في اليوم الأخير من إضراب ينفذه عمال ما أربك رحلات السفر الصيفية بالمطارات الرئيسة. وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني للعاملين بالطيران المدني إن نحو 90% من عمال الشحن والتفريغ في مطاري لشبونة وبورتو يشاركون في الإضراب الذي استمر 3 أيام، حيث يطالب العمال بزيادة أجر الإجازات المدفوعة وتحسين الترقي الوظيفي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا وريهام لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا فاطمة. عرفت مدينة البصرة بجنوب العراق في وقت من الأوقات بفينيسيا الشرق الأوسط نسبة إلى مدينة البندقية في إيطاليا بسبب مجاريها المائية. اشتهرت البصرة بمنازلها المميزة التي تسمى الشناشيل، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 100 عام. في محاولة للحفاظ على المدينة التراثية واستعادة الشكل الجمالي لمنازلها القديمة، يجري العمل في مدينة البصرة بجنوب العراق في مشروع لإعادة تأهيل وترميم المنازل التراثية الخشبية التي تعرضت لإهمال كبير على مدار سنوات طويلة، في إطار برنامج ممول من قبل الاتحاد الأوروبي وتنفذه اليونسكو. مدينة البصرة لقبت في وقت من الأوقات بفينيسيا الشرق الأوسط نسبة إلى مدينة فينيسيا أو البندقية الإيطالية الشهيرة بسبب مجاريها المائية، واشتهرت بمنازلها المميزة التي تسمى الشناشيل التي يتجاوز عمرها 100 عام. يتضمن المشروع الخاص في محافظة البصرة لقيد العمل الآن هو إحياء ترميم 3 بيوت تراثية الآن قيد الإنشاء، وتصميم تحت التصميم والتقييم 9 بيوت تراثية في محلة الباشا، وإحياء تراث وعاد ترميم وتطوير نهر العشار في الجزء المار في منطقة البصرة القديمة. تم تدريب بعض الحرفيين العاملين في المشروع قبل بدء الترميم لإكسابهم المهارات اللازمة للتمكن من إطفاء السمات المميزة للمنازل، بما في ذلك الأعمال الخشبية الدقيقة. يجب أن نعيد إحياء الخشب، زين، معالجته من الأرض، استبدال الجزء التالف بنوع مماثل لما موجود. بالنسبة للكاشي الهيدروليكي اللي هو كان مستخدم قديما في العراق والآن حقيقة مفقود، لذلك سوف نستورده من خارج العراق. وتتم معالجة الأخشاب من حشرة الأرض والاستبدال بالأجزاء التالفة نوعا مماثلا لما كانت عليه، وفي حالة عدم وجود النوع يتم استيراده من الخارج. يهدف المشروع إجمالا إلى ترميم 12 من المنازل المسمى بالشناشيل بالإضافة إلى قناة العشار المائية. شهدت محافظة الإسكندرية تدشين أول فرقة دمج للفنون الشعبية والاستعراضية على مستوى الوطن العربي. ويهدف إنشاء الفرقة إلى تسليط الضوء على أصحاب الهمم في مجال الفنون الشعبية. يعد تمكين أصحاب الهمم ودعم قدراتهم وتنمية مواهبهم أولوية تعمل أجهزة الدولة المختلفة على تحقيقها، وفي خطوة تؤكد التحول الكبير نحو التعامل مع أصحاب القدرات الخاصة، شهدت الإسكندرية تدشين أول فرقة دمج للفنون الشعبية والاستعراضية على مستوى الوطن العربي. إحنا الهدف من الفرقة أن إحنا نعمل دمج لمتحدي الإعاقة في مجال الفنون الشعبية وتسليط الضوء على إبداعاتهم، وفي نفس الوقت نعمل ترويج السياحة والتبادل الثقافي بين الشعوب. الفترة اللي جاية إن شاء الله احنا عندنا رؤية إن الفرقة إن شاء الله تعمل عروض على المستوى المحافظات، يعني ويبقى ده ترويج سياحة محلية، وعندنا تطلع أكبر يبقى فيه سياحة ترويج سياحة خارجية. حفل تدشين الفرقة شهد تقديم عدد من العروض الفنية والاستعراضية، حيث لاقى العرض تفاعلا كبيرا من قبل المشاركين. ويهدف إنشاء الفرقة إلى تسليط الضوء على أصحاب الهمم في مجال الفنون الشعبية من خلال
خلال عملية دمجهم في المجتمع باعتبارهم عنصراً فاعلاً ونشطاً. والآن نتحول لمتابعة أهم أنباء الطقس. وقفة أخيرة مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكراً نادينة، شكراً ريهام، وأهلاً بكم مجدداً وأخيراً مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الاثنين طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على معظم الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 34، الصغرى 25، الإسكندرية 31، 25، مطروح 30، 23، بورسعيد 31، 25، الإسماعيلية 35، 23 وجوها حار. بالنسبة للسويس 35-24، العريش 32-24، طابة 39-26، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 39-28 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 43-28، أسوان 44-29، الوادي الجديد 41-26، شلاتين 39-28، حلايب 36-27 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع أهم لقطات اليوم. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء.
مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج من نظام الاعتمادات المستندية. روسيا تعلن تضرر إحدى وحدات تبريد المفاعلات النووية بمحطة زابوريجيا بسبب قذائف أوكرانية. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يقول إن التكتل يواجه أزمة مال وطاقة وغذاء. ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا معكم مع يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور، ازيك يا دينا؟ ازيك يا ريهام؟ عاملين ايه؟ احوالكم ايه؟ كله كويس الحمد لله وشكر لله. الحمد لله. ملاحظين الجو بدا يتعدل شويه بالليل، بس بالليل. الصبح الحراره زياده شويه. هل ده نذير بانه الصيف هيخلص بدري السنه دي؟ مش شرط. اشكركم يا جماعه، شكرا يا دينا. شكرا دايما بصدم زمايلي. شكرا يا دينا، واستاذنكم نبدا فقراتنا.